السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعين الأعزاء. بغيت نقول لكم جيت اليوم بموضوع جديد. بغيت نقول الأخوات يديروا اللايك ويشتركوا في القناة، يوصلهم كل جديد. البارح كنت كنتفرج في اليوتيوب وشفت واحد الفيديو، واحد السيدة اللي جابت واحد رقي شرعي، كانت عندها المس، كانت مريضة، الله يرحمها هي ويشافي المرضى يا رب. جابت الرقي الشرعي، وهذا كنسميه ماشي رقي، كنسميه متطفل على الرقية الشرعية، احترامي لبعض الرقاة. بعض الرقاة اللي كيكونوا محترمين كيمشيو ورقيو الانسان، تيقولوا للمريضة لبسي اللباس فضفاض وديري الدرة على شعرك وجيبي معاك خوك ولدك المحرم ديالك، جيبي معاك شي واحد، المهم شي واحد اللي يجي معاك، ما تجيش بوحدك. تيقرا عليك القران وكيقرا عليك غير فيديو، وتيحط لك ليزر على راسك وتيقرا عليك. هذا كنسميه راقي شرعي وانسان محترم، وما كيطلبش المال. ما كيقولكش مثلا خصك تعطيني قده وقده، اللي عطيتيه تيقولك بسم الله ويزيد. هذا راقي، هذا اللي الانسان يعني لما تشوفوا بهاد شي راقي بهاد الوصفات، هاد الانسان اللي تمشيو عنده، ما اللي يقول لك لا خصني نجلس غير انا وياك في البيت في الخلوه ونرقي طلع حقاش له وهكذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الجن موجود في القران. بغيتي ترقي نفسك بنفسك، رقيه وسوره البقره، والله يجعلهم يكون خوتنا وبعدين علينا، ولا تمشي بحال اللي قلت لشراقي محترم، شراقي اللي فيه كل هاد المواصفات. السيد الا بغى يرقيك تيقول لك استري راسك وجيبي معاك المحرم ديالك، يا ولدك يا خوك يا باك، المهم ما تمشيلوش بوحدك. هذا هو الرقي، وما كيطلب لكش الفلوس، انت اللي عطيتيه تيقول بسم الله ويزيد، وكاين اللي كيرقي ببلاش لوجه الله. هذا اللي في هذه المواصفات اخوتي سيروا لعندو. اللي تيعطي العصا كيطفل على الرقيه، اللي كيعطي العصا واللي كيقج واللي كيهضر واللي كيغوت، هذا بحتى اش نقول، هذا ما هو رقي، ما هو تلعب. الله يبعد علينا وعليكم الافات. هذا باغي مسكين جلست قالها له راسو بغى يلم ريالات على ظهر المرضى، ما عندوش ضمير، ما كيحط راسو على المخده، ما كي انبوش الضمير ديالو، ما كيقولش حرام خصو يجيب غير دوك جوج دراهم، المهم كيتسمى الراقي. هذا تطفل على الرقيه الشرعيه. انا كنحترم بحال اللي قلت النبلوله، كنحترم الناس اللي كيحترموا، اما هذا اللي كيتطفل معليش سمحوا لي ما تمشيوش لعندو. بحال هذا اللي بقى كيضرب السيده، تفقدت الحياه ديالها، شابه صغيره يتمات ولادها، خلات راجلها يعني خلات عائلتها، هذا الشيء حرام، ما يبغيه لا الله لا العبد. اخوتي المغربيات، اي وحده باغا تمشي دير الرقيه الشرعيه تدي معها راجلها ولا ولدها ولا خوها، وتمشي عند راقي شرعي صح. مش اي واحد اللي كيقولها، مش اي واحد لابس الاحمر اسمه عمر بحال اللي كنقولوا حنا، مش اي واحد كيتسماك راه فقيه وراه راقي شرعي. هادشي اللي بغيت نوصل لبعض الاخوات، نتمنى من الله يشافي كل وحده ويعافيها. المس كاين، وبسم الله الرحمن الرحيم الجن كاين مذكور في القران، فاللي ترقي دير رقيه شرعيه وسوره البقره وربي يكفينا شر الامراض. واي وحده قبل ما تخطي خطوه تحرس، قبل ما بحال اللي قلنا يا تمشي تداوي حاجه وتمرض بحاجات، يا تعوق، يا يصير يعطيها شي حاجه تشربها، هو خصو ياخذ غير الدرهمات، يعطيها شي حاجه تشربها تصدق فيها شي مصيبه كحله. خيلها اخوتي بحال اللي كنقولوا حنا 100 تخميمه وتخميمه ولا ضربه بالمقص، هذا مثل المغربي ديالنا. ونتمنى لكم يا ربي الشفاء لكل وحده مريضه والعفو، ويبعد عنا شر المصايب،
وخليتكم في امان الله. اشتركوا في القناه وديروا اللايك. اختكم في الله ام محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.